خلينا نروح لموضوع آخر مهم جدا مشاهدينا، وهو اضطراب تشوه الجسم، وهو اضطراب عقلي لا يمكن للشخص فيه التوقف عن التفكير في عيوب غير ملحوظة في مظهره، ويصحب ذلك الشعور بالخجل والقلق، بحيث قد يتجنب هذا الشخص العديد من المواقف الاجتماعية. وفي معظم الحالات يصاب الشخص بالهوس الشديد حول مظهره وجسمه ونظرة الناس له، وينظر للمرأة كثيرا، أو أنه يعتني بنفسه بشكل مبالغ فيه، يعني يقضي ساعات كثيرة أنه هو يعتني بنفسه فيه. طبعا سبب هذا السلوك أو السلوكيات هذه بأمور متكررة، والشعور بالضيق الشديد، وهذا طبعا اللي يأثر بدوره على قدرة الشخص على أداء وظائفه في حياته اليومية. راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور ناصر الهندي، استشاري الطب النفسي. أهلا دكتور. أهلا وحياك الله. أهلا. نورنا. أهلا. دكتور، لو نتكلم عن أسباب الإصابة باضطراب تشوه الجسم، ويعني الأسباب بشكل عام سواء فيزيولوجية نفسية إلى آخره. بتهيالي أول بس أعطي فكرة صغيرة عن اضطراب التشوه الجسمي أو الديسمورفوفوبيا، بادي ديسمورفيك ديسمورفوفوبيا. المشكلة تبعها الرئيسية هي إنه الشخص ممكن تلاقي إنه مشغول بجزء معين بجسمه، مثل عيونه، مناخيره، تمه، شعره، أو أي جزء من الأعضاء سواء تبع الرجل أو الإمرأة، إنه ممكن يكونوا عم بيفكروا فيها بشكل كتير دائم، شبه دائم، وبيقضوا ساعات كبيرة جدا على تفكير مرضي، فلدرجة الوسواس، حتى ممكن يكون تصنيفه تحت الوسواس القهري كان في بعض الدراسات أو بعض المصادر. فالمشكلة تبعها أنه نحن ما في شيء كامل، ممكن يكون في بعض الأحيان مثلا شيء جزء ما يكون فيه مشكلة، أو في مشكلة صغيرة كتير، بس هي النقطة أنه الانطباع تبع الشخص هو قديش هو تأثر فيها، فهون ندخل بهال الاضطراب التشوه الجسمي. طيب دكتور، احنا البنات يعني دائما نشوف شكلنا في المرايه ونبغى نروح نسوي عمليات تجميل وما يعجبنا بعض الاشياء فينا، بس متى نعرف انه فعلا انه انا مريض؟ ايش الاعراض اللي تظهر تبين لي ان انا فعلا مصابه بهذا العرض؟ هلا موضوع هيدي النقطه اللي انا حابب كنت انا اظهرها هي بالمقابله اليوم، انه في كثير سيدات او الرجال حتى كمان يعني ممكن يقضوا ساعات كثير ويقولوا انه انا في عندي مشكله بمنخاري، مثلا عيني اكبر من عين، او منخاري شوي معوج، او مثلا شفتي او داني او 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 الى اخره. المشكله انه لما بيروح عن طبيب الجراح مثلا، طبعا اطباء الجراح لا شك في قدراتهم المهنيه طبعا مع احترامي الشديد، بس في بعض منهم ممكن يقولوا اي ممكن اضطراب صغير، ممكن نعمل عمليه، بس المشكلة إنه هن لا يشفوا من هذه العملية. يعني بعد ما يعملوا العملية بيكتشفوا إنه لسه ما تصلحت 100% نتيجة تصورهم. هي ممكن تدخل إلى حد الوسواس القهري، بس ممكن توصل لدرجة الحالة الانفصامية، لدرجة إنه مهما عملنا مهما شرحنا غير مقتنعين غير بالشيء اللي هن شايفينه. في واحدة من الحالات تسجلت إنه كانت واحدة تشوف عين أكبر من عين وتقضي ساعات كتير، وكل تروح عند الدكاترة كتير ويقولوا إنه ما فيها شيء عينك. بالأخير قررت إنه هي تعمل العملية، إنه تأخذ دبوس وتخفف من حجم العين تبعها، حتى بس يصغر يصير قد الثاني. فممكن لهالدرجة توصل لحالة فصامية إنه حتى لو تمت العملية، فهون عم حتى نقدر نعرف إنه ممكن الطبيب يقول إنه لا، حالة ما في داعي إنه نحن نعملها، بس إذا حابت أنا نعملها ممكن نعملها، بس هو عادة يفضل إنه لا. يعني هذه أيضا مسؤولية الطبيب الجراح. طبعا مسؤولية بين كل الأطباء بينات بعضنا، يعني لما بيقولوا إنه هون نحن بننصح إنه تروح لعن طبيب. نعم. ممكن تروح عن طبيب آخر وآخر وآخر إلا ما بتصطف مع واحد. بس الأحيان ترى تصير هي ماسكة معها، يعني النقطة دي ما حد يقدر يقنعها لا طبيب ولا غيره. بس هي المشكلة ما بعد العملية تستمر الإشكالية، ما تنتهي. غالبا ما تستمر، إنه هي لا يصلح بالعملية الجراحية بعد ما تنعمل. بترد بترجع بتلاقي إنه لا، ما عملها لسه في شيء صغير ما زبط فيها، فبترد بتعمل عملية. فمنلاقي بالذات يعني وش يعني تتعامل مع الوجه إنه نفنوف، مرة تبي تقصر مرة تبي توسع. طيب دكتور، لو نتكلم عن العلاج، وهل تنصح بالعلاج السلوكي؟ هل هناك أدوية؟ طبعا علاج السلوك المعرفي هو دائما، لانه هو مثل ما قلت من اسبابه اللي هو انا ما جاوبت لسه، انه في له اشياء تعود الى ايام الطفوله، فهي ممكن يكتب في مثلا الستريكت تنمر في المدارس، طبعا شكرا كثير، او الستريكت بيرنتينج اللي هي الاهل لما بيكونوا الاهل عندهم تعليقات ومضايقين كثير شديدين على الاطفال، هي كمان ممكن انه هو توصل فيهم المرحله. بس التنمر والامور هي كلها، والتنمر بالذات لما بيقولوا انه شوفي من خارك او شوفي عينك او شيء، فبيبتدوا لا شعوريا ينعزلوا عن الناس، يبتدوا ينعزلوا عن الاخرين، يصير في عندهم مثل رهاب اجتماعي، لانه هن ما بدهم، وبيحاولوا يغطوا
كثير مثلا اذا كان عين او منخار انه يغطوا مثلا يحطوا ايدهم على مناخيره او يقضوا كثير وقت عم يعملوا بالمكياج او بيعملوا كثير اشياء ممكن انه حاولوا يغطوا هذا الشيء حتى ما حدا يشوفها، واذا ما كان في امكانيه بيبتدوا يتخبوا يقعدوا بالبيت اكثر فبيصير في عندهم نوع من انواع السوشيال انكزايتي. نعم. العلاج تبعها هو بالدرجه الاولى اذا كانت لساتها بمرحله الوسواس او ما يشابه الوسواس القهري، بهالحاله بننصح طبعا بالعلاج السلوكي المعرفي، بس الادويه في هالمجال هذا كمان ثبت انه هي ممكن انه هي تساعد انه بهالموضوع هذا. بس اذا وصلت للمرحله الفطاميه فطبعا نحن هون لازم ندخل بالادويه اللي هي مضادات الانفصام الشخصيه، هي ديلوجنال ديسوردر بس ممكن نحن نسميها حاله انفصاميه تحتاج الى علاج وممكن انه ياخذ مده طويله جدا، والاوتكم تبعها مو دائما مضمون انه هو ممكن انه فعلا انه يستفيدوا منه، ممكن يكون في حالات تكون كثير ريزيستنت انه هي. طيب ايش المضاعفات او عوامل الخطر اللي قد تنتج عن هذه العلاجات؟ كمضاعفات للأدوية هي في إلى طبعا المضاعفات اللي ممكن نقضي فيها وقت كتير، بس هي طبعا ما في دواء بشكل عام إلى لا يوجد له مضاعفات، بس بشكل عام كمضادات الاكتئاب والقلق والتوتر إلى حد ما طبعا في من الناس كتير ممكن تقول أشياء كتير بس آمنة إلى حد ما. طبعا في اشياء كثيره موجوده لسته طويله ممكن تقروا يقراها الواحد، بس بشكل عام اذا نحن عم نحكي على الادويه وطبعا مضادات الانفصاميه كمان في تاثيرات جانبيه اكثر من هيك، بس التاثيرات تبع الحاله نفسها هي غالبا ما بتكون هي لحالها، غالبا ما تصاحب فيما بعد او حتى يجي قبل منها حالات الاكتئاب بيصير ممكن يدخلوا لحاله الانتحاريه مثلا، ممكن يفكروا بموضوع الانتحار انه انا شو ما عم بحكي ما حدا عم يصدقني، انا لحالي بهالدنيا كلياتها وكل الناس غلط وأنا الوحيد اللي صح وأنا شايف أنه هو هذا في غلط. بيصير في عندهم حالات انعزالية كتير، بيصيروا ما عاد يقدروا يختلطوا مع الناس، بيصيروا ما عاد يحبوا حدا، وطبعا نحن بنعرف كمان أنه الاكتئاب والقلق والتوتر يؤثر على الناس اللي هنن بيهتموا فيهم. صحيح. وطبعا مهما حاولوا أنه يهتموا بتصير الناس مثل حالة معادية، بيصير أنه الناس اللي بيهتموا فيهم بيصير في عندهم اكتئاب كمان قلق والتوتر إلى حد ما في 20% أو هيك شيء. يمكن هو هذا دكتور يخلينا احنا نقول انه كثير من الناس لما يقصون شريط التجميل لا ينتهون خلاص ما عاد يوقف، يعني يصير الموضوع مستمر. ويمكن هو هذا اللي خلينا نفهم اكثر هذه الشخصيات من خلال اضطراب تشوه الجسم اضطراب. لكن دكتور الدعم النفسي يعني للمقربين من هؤلاء الاشخاص اهميته، وهل ممكن انه يلغي يعني احنا لما نعزز الثقه بشخص هو قاعد يشوف شيء هو مو موجود او شيء عادي او شيء يعني نستطيع العيش مع كثير من الناس يعني المتزوجين بيشتكون من نقطه معينه يقول لك انه مثلا زوجته تروح تغير شيء هو هذا الشيء هو احلى ما فيها او شيء هو هذا اللي عاجب الزوج فيها حتى وان كان في اشكاليه او ما يعني هو مش بالنهايه الوجه مو مسطر يعني مو درس رياضيات او هندسي، هي خلقه الله يعني متكامله. أنا تماماً طبعاً شاركك، بس في نقطة إنه هو حتى بس نكون واضحين نعم. إحنا موضوع لما قلت على عملية قص الشريط بالنسبة للعملية الجراحية، طبعاً نحن مو بنقول إنه ما نعمل عملية جراحية، في بعض منهم نعم. فعلاً في أشياء كتير وهي الحالة هي بتأثر على 1-2% من البشر بشكل عام، فبالتالي مو كل واحد عمل العملية أكيد في عنده، لا في ناس فعلاً بيستاهلوا، وفي عملية أشياء صغيرة ممكن إنه تزبط والأمور تمشي، بس مو نعم. كلهم عندهم بادي ديسمورفيك ديسوردر. نعم. فيلي عندهم هي هون بهالحالة هي اللي هن الدعم العائلي دعم الأصدقاء تقبل الشخص على ما هو عليه. صح. لأنه إذا أنا لما بحب شخص أو بكون بدي صديق أو حدا بدي يتزوج أو 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 أنا عم بحبه كمثل ما هو كباكيج، ما بقدر نقي الأشياء اللي أنا بدي إياها وطنش الأشياء أو إلا أنه غير الأشياء اللي ما بدي إياها، لا ما مثل ما هو لا ما فعلا. بلاها يمكن أحسن. أكيد دكتور شكرا. في عندك لا اتذكر انه زمان يعني احس انه ما كان عندنا هذه المشاعر ما تجينا، يعني اتذكر واحنا صغار كل واحد له عياره، هذا ابو اذان وهذا ابو خشم وهذا يعني احنا كنا كذا، هو التنمر بيبتدي اذا كانت هو يمكن تاثر في ناس وناس لا، ففعلا لازم الواحد يعني يمكن احنا على زماننا ما كان في يعني هذيك التاثيرات، بس الحين فعلا لازم ننتبه. يمكن حتى أن الصورة النمطية للكمال الآن مكثفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح صحيح. شكرا دكتور. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. نشوفك إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. بإذن الله. لك ألف عافية. أهلا وسهلا.